يسعى الكثير من الشباب للبحث عن بعض الأفكار للمشاريع الصغيرة التي يمكن من خلالها بدء مشروع مربح وناجح. ناعم ركيز هو أحد فئة هذه الشباب من مدينة البليدة الذي ساهم في مشروعه، وهو صنع عربة مقهى متنقلة لتقديم خدمات للنساء، كما يطمح في توسيع مشروعه على مستوى إقليم الولاية وخارجها. تغطية رؤوف مزيان. معكم ركيز نعيم، 26 سنة، مسوق. بون بديت بروجي يعني أول مرة على مستوى ولاية البوليدة، كيما نقدروا نقولوا ممكن على المستوى الوطني. بروجيس كوميرس اوتوريزاسيون، يعني عندي كامل الأوراق اللازمة. عندي بون هذه اللي دي صافي لونتون اللي كندور في بالي، وأشاك فوا نقول نديرها. كنت خدام، كنت شوية مربوط، دونك ما كانش عندي الوقت. دوكا كيت لي بيريت حبيت ناسس هذه الفكره على ارض الواقع. نشوف باللي المراه الجزائريه في الوقت الحين يعني ما تنجمش تحب تشرب قهوه ولا، بصح حنا كمجتمع محافظ ما تنجمش تروح القهوه ولا. يعني انا درت هذه الفكره على اساس انه المراه تجي تدي قهوتها وتروح لخدامه ولا اللي تروح تقضي صوالحها، يعني باش نسهل لها الامر، وحاجه شغل بروب، حاجه نظيفه. وعندي تقريبا كما يقولوا جميع انواع القهوه، مام بعض المشروبات كيما الميك شيك. يعني انا كي حبيت ندير هذه الفكره ما حبيتش نحصرها في مكان واحد. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله راح نزيد نطورها ونزيد نبارطاجيها في عده اماكن في ولايه البوليده. مام الان شو راهي مختصه في القهوه والمشروبات، ممكن باذن الله ندخل في الفود فاني، حاجه جديده يعني على المستوى الوطني. وممكن اذا قدرنا ربي علاش لا نخرج لولايات اخرى مجاوره.